مرحبا بكم متابعي قناة الملوك. من الأخطاء في تربية طيور الباجي، طبعا يقع الكثير من مربي طيور الباجي في أخطاء كثيرة في تربية الباجي وغيرها من الطيور. ومن أهم الأخطاء التي يرتكبها المربي وهو لا يشعر طبعا أو لا يعرف، هو عدم مراقبة الطيور بشكل مستمر. يجب أن نراقب الطيور وأن نهتم بهم بشكل يومي. سبحان الله، قد يحدث أي شيء ونحن لا ندري. في هذا العش وأنا أتفقد العشاش وجدت هذه الأنثى ميتة داخل العش. طبعا الأنثى كانت بصحة جيدة ولا تعاني من أي مرض، والسبب هو انحسار البيضة في بطن هذه الأنثى. طبعا الأنثى كما ذكرت لكم كانت بصحة جيدة وليست مريضة، ولكنها كانت حامل وسوف تضع البيض، ولكن كما نلاحظ أن البيضة انحصرت في بطن الأنثى، وكان السبب في موتها. طبعا انحسار البيضة في الأنثى هو سبب خطير للموت، لأن البيضة تعلق في بطن الأنثى ولا تستطيع إخراجها. طبعا تكون البيضة بشكل مقلوب، يعني يكون رأس البيضة من فوق والجزء المدبب من تحت، فلا تستطيع الأنثى إخراج البيضة. في هذه الحالة عندما ملاحظة الأنثى انحسار البيضة منحصرة في بطنها، يجب أن نساعد الأنثى وأن نخرج البيضة يدويا. كما ذكرت هذا عملية إخراج البيضة في مقاطع سابقة في القناة. طبعا هذه الأخطاء تؤدي إلى كارثة وهي موت الأنثى، فيجب الانتباه في هذه الحالة والمراقبة الطيور بشكل مستمر. سبحان الله، قد يحصل أي شيء دون أن نلاحظ. طبعا الذكر الآن أصبح وحيد، ويجب أن نحضر لهذا الذكر أنثى، أن نختار أنثى جاهزة وتكون بنفس عمر هذا الذكر، يعني لا تكون الأنثى أصغر من عمر الذكر أو تكون في عمر أقل من عمر التزاوج، لأن هذا الذكر طبعا ذكر منتج، ذكر جاهز وبالغ، وهذا الزوج قد أنتج لي أكثر من مرة، ولكن لا قدر الله وما شاء فعل وماتت الأنثى. فيجب أن نحضر لهذا الذكر أنثى جديدة حتى يتآلف معها بسرعة، ينتج في أسرع وقت. طبعا عند إدخال الأنثى الجديدة لهذا الذكر، يجب أن نزيل العش لفترة حتى نلاحظ أن الذكر والأنثى أصبحوا تالفين. طبعا انحسار البيضة هو مشكلة كبيرة، وتحصل كثيرا عند الكثير من المربين، فيجب الانتباه لهذه الحالة. ومن علامات انحسار البيضة أن نلاحظ أن الأنثى لا تستطيع الحركة وتكون خاملة. إذا كانت في أسفل العش، في أسفل القفص، لا تستطيع الدخول إلى العش. هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وانتظرونا في مقطع قادم إن شاء الله.